للحديث عن التنبؤ بتوجه لبنان إلى ثورة جياع والدور الأوروبي الممكن في حل الأزمة السياسية والاقتصادية اللبنانية، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. دكتور وليد، مرحبا بكم. يعني بداية، كيف يمكن قراءة ما يجري في لبنان من الناحية الاقتصادية؟ هل ينبأ بثورة جياع بالفعل كما ذكر مروان حمادة النائب والوزير السابق؟ الحقيقة نحن في ظل هذه الثورة، ولكن الحقيقة هي ثورة هادئة صامتة وليست ثورة يعني هيك خشنة يعني. الشعب الحقيقة في حالة يرثى لها، هذا واقع قائم الحقيقة. والثورة هيدي الأزمة التي نعاني منها الحقيقة هي تشمل كل فئات الشعب، هي ليست يعني لا تقتصر فقط على فئة أخرى. كل الشعب اللبناني يعني هو يعاني من هذه الأزمة، وهذه أزمة جياع، ولكن هذه أيضا أزمة نظام سياسي الحقيقة، وأزمة نظام دولي، لأن هناك اشتباك وتشابك بين الداخل والخارجي، وهذا الكلام الحقيقة يعني يمكن أن نتكلم فيه وعنه. طيب دكتور وليد، هل الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي اللبناني؟ هل تعتقد أن ذلك ربما يعني يقترب من الحقيقة أكثر؟ لا، الحقيقة الموضوعية أنه لا ينبغي ولا يمكن لنا أن نفصل بين الداخل والخارج. طبعا نحن نعيش في ظل أزمة أنظومية، أزمة نظام سياسي، بل أزمة نظام مجتمعي. لأنه نحن في عندنا أزمة ثقافية أو الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية، وكل هذه الأزمات هي تتضافر سلبا فتؤدي إلى ما تؤدي إليه الحقيقة من كوارث الحقيقة. نحن نعيش في ظل سلطة عامة فاشلة. طبعا هذه السلطة ليست براء مما يحصل، هي لا تتمتع بالكفاءة لا الأخلاقية ولا الكفاءة الدستورية ولا الكفاءة السياسية ولا الكفاءة العلمية ولا الكفاءة الأخلاقية، طبعا هذا بالتأكيد. ولكن أيضا حتى فيما لو كانت تتمتع، لو سلمنا جدلا بأن تتمتع بكل هذه الكفاءة، ولكن مصالح تتناقض مع مصالح القوى الدولية القائمة، طبعا سوف تفشل أيضا في تحقيق أهدافها إذا لم تكن حقيقة سلطة عامة مستقلة. والسلطة العامة في لبنان هي سلطة عامة غير مستقلة. هذه الديمقراطية مقطعة إربا. ما في شيء اسمه سلطة عامة، هناك سلطات، هناك محاصصات، هناك قوى متصارعة على الدولة وضمن الدولة لها امتدادات إقليمية كلنا نعرفها ونعلمها. واليوم نحن نعيش في ظل أزمة إقليمية كبرى ترخي في ظلالها السلبية على الوضع القائم. طبعا ينبغي أن نذكر بأزمة بالمفاوضات القائمة اليوم في فيينا حول المفاعل النووي الإيراني، والحقيقة الاشتباك الحاصل بين أمريكا وبين القوى الدولية. يجب أن نعلم بأنه طبعا يعني الصراع أيضا الإقليمي لإسرائيل وإيران أيضا يعني طبعا هذا يفاقم ويعقد المسألة. هناك على المستوى اللبناني الصرف، هناك أزمة ترسيم حدود بحرية بين لبنان وإسرائيل. يعني لبنان، يعني بدك تحكي اليوم لبنان الطاغي اليوم على القرار السياسي اللبناني الحقيقة هو إيران من خلال حزب الله. وبالتالي نحن نعيش هذا الصراع، هذه المواساة بين من ناحية إيران بالوكالة وإسرائيل، وطبعا بخلفيتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي طبعا هي تقود المفاوضات عنها. طيب. على طاولة المفاوضات القائمة بهذا الملف. طيب. إذن هذا التشابك، هذا الغموض، هذا التلبد في المشهد، نحن نستطيع الحقيقة أن 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 نحدد الحقيقة معالمه رغم غموضه، ولا يمكن لنا أن ننظر إلى هذا الأمر بنظرة جزئية وإلا نكون قد نحن قد جفينا الحقيقة. طيب دكتور، إذا ما طرحنا يعني وناقشنا الحلول التي يمكن أن تخرج لبنان من أزمتيه السياسية والاقتصادية، يعني سنة ونصف على الأزمة الاقتصادية لا حلول حقيقية تلوح في الأفق في لبنان، في هذا الإطار إلى أي مدى يتطلب تدخلا حقيقيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن عقوبات تجهز ضد النخبة السياسية في لبنان؟ هل هذا هو الحل؟ هل الحل يكمن في يعني عقوبات تجهز ضد الطبقة أو النخب السياسية؟ لا،
ثاني انا اقول بانه الطبقه السياسيه اللبنانيه انتهت صلاحيتها الحقيقه من منظور الشعب اللبناني والراي العام اللبناني ومن منظور ايضا القوى الدوليه الحقيقه. ولكن الحقيقه الاتحاد الاوروبي يعني ينبغي ان يختار، اما ان يختار المبادئ واما ان يختار المصالح. يعني نحن نعلم حجم المصالح الالمانيه في ايران وحجم المصالح الفرنسيه في ايران ونعلم كل هذه الامور، ولكن عليه ان يحسم الحقيقه امره، والذي يعيق عمليه حسم الامر هو مراعاه الحقيقه لمصالحه. ضمن الى ذلك الحقيقه نحن يعني لا ينبغي الا ان نكون موضوعيين بهذا الموضوع. هناك ايضا تباين بين الموقف الامريكي والموقف الاوروبي في العديد الحقيقه من الملفات، اذ ان اوروبا يعني هي لا ترى يعني مانع من استمرار النظام في ايران على الشاكله القائمه، بمعنى انه ليست لديها مشكله مع ايديولوجيه مع النظام الايراني، اوكي؟ ولكن نعم. امريكا لا لديها معضله الحقيقه ايديولوجيه. اليوم في ظل بايدن الضغط اليوم يختلف شوي، ولكن حتى في ظل بايدن اليوم نحن نسمع اصوات رسميه امريكيه تشير الى استحاله رفع العقوبات حتى لو توصلنا الى حل بالملف النووي الايراني. نعم. وهذا الحقيقه يؤدي الى تصلب الموقف الايراني من جديد والى تلبد المشهد الاقليمي والمشهد المحلي، ولذلك نحن لا نرى حكومه ولا نرى حلول ولا نرى طبعا افق الحقيقه في ظل هذه الازمه. دكتور، طبعا هناك اذا تناقض في المشاريع. نعم. المحددات الاقليميه محددات مؤثرات كبرى جدا، المحددات الدوليه محددات كبرى لا ينبغي تجاهلها الحقيقه، وايضا المحددات المحليه طبعا هي مهمه. اعود واكرر، هذه السلطه فاشله وينبغي ان تستبدل، ولكن لا تزال المنظومه القائمه المحليه السياسيه تمسك بزمام القرار الامني وبزمام الحقيقه القرار الطائفي وبزمام القرار. نعم. يعني المحلي تمسك بعديد من المؤثرات الحقيقه التي ولا يمكن لنا الحقيقه ان تحل ان ان ثوره يعني ان تنتصر بالمعنى الديمقراطي للكلمه الا بعد ان تفكك او تستطيع او تنجح في تفكيك هذه المنظومه الحقيقه التي لا تزال قائمة، وإن كانت انتهت صلاحيتها. أنا قلت بأنها في مرحلة الاحتضار، والذي يعطيها الأكسجين السياسي الحقيقة هو ارتباطاتها الدولية ليس أكثر. من بيروت عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي، شكرا جزيلا لكم.